خاتم سليمان هو واحد من أشهر المعتقدات التي ارتبط بها كثيرا من الأساطير والحكايات الشعبية، وهو الذي منحه الله لنبيه سليمان عليه السلام، وفيه الكثير من القدرات الخاصة أبرزها التحكم في الجن. ولكن الدين الإسلامي جاء ليبين القصة الحقيقية لخاتم النبي سليمان، وسنتحدث عن القصتين اليهودية والإسلامية التي جاءت إلينا. أعزائي المتابعين، مرحبا بكم، أنا اسمي محمد من قناة خبايا. المهم، في البداية أتمنى أن تتابعوني في صفحتي على الفيسبوك والأنستغرام ومتابعة قناتي الثانية، ستجدون رابطها في الوصف. ولا تنسوا تفعيل زر الجرس والإعجاب ونشر الفيديو إذا أعجبكم طبعا. ولنبدأ. أولا، القصة اليهودية. بحسب المعتقدات اليهودية، فإن الخاتم كان يملكه النبي سليمان عليه السلام، والذي أعطاه الله القدرة على قيادة الشياطين والجن والحديث مع الحيوانات. واستعمل هذا الرمز شعارا لعدة دول إسلامية في الأناضول، مثل إمارة قندار، وهو عبارة عن نجمة خماسية أو سداسية على غرار نجمة داود. كما يعتقد البعض أن الخاتم به قوى سحرية ومصدر مهم يعبر عن التقاليد اليهودية. ورد في التلمود ما يفيد أن النبي سليمان عليه السلام كان لديه خاتم منقوش عليه اسم الله الأعظم، والذي انقاد بتأثيره كل الإنس والجن والغيلان، وأيضا حتى الحيوانات بكل أنواعها لسليمان، فسخرها لنفسه وقوى بها مملكته حتى اغتر بجلالة ملكه فاستكبر. وهذا طبعا لم يعجب الرب يهوى، فكان أن سرق أحموديس كبير الجن خاتمه وتشكل في صورته وتمكن من الجلوس على العرش. وبعدها هرب الملك سليمان، وبينما كان يصطاد سمكة وجد في بطنها خاتم وفي طرفة عين، وصل أورشليم وقتل الجني وعتل العرش مرة أخرى. ويذكر كتاب أعجب الأساطير خاتم سليمان حسب أساطير القرون الوسطى والمعتقدات الخاصة باليهود والمسيحيين والمسلمين على أنه خاتم سحري كان مملوكا من طرف الملك سليمان، والذي أعطاه القدرة على قيادة الجن أو الحديث مع الحيوانات. ويوضح كتاب العجائب في السرد العربي القديم أن أغلب الأشياء العجائبية المرتبطة بالخواتم والخرز تستمد مرجعيتها من خاتم النبي سليمان، وهو الخاتم الذي نسجت حوله المخيلة الشعبية العديد من الخرافات والأساطير، باعتبار أنه خاتم نبي وأن قوته مستمدة من قوة الاسم الإلهي الخفي الساكن فيه. عزيزي المشاهد، بالطبع هذه ما كانت سوى أساطير وخرافات تناقلتها أجيال بني إسرائيل، وهي غير صحيحة أبدا. إنما الهدف منها هو تضليل الناس عن الحقيقة وإفشاء حالة من الجهل بين الناس، حيث أن اليهود اخترعوا الكثير من الأساطير حول الأنبياء. أما بالنسبة للمعتقد الإسلامي، فهناك العديد من الأحاديث التي تناولت ذكر الخاتم، لكن يبقى أغلبها ضعيف السند. ولكن الحقيقة التي تناقلتها الكتب السماوية الصحيحة هي أن هذا الخاتم ما هو سوى خاتم كان يسخر لسيدنا سليمان الكثير من الأمور التي كان يريدها، وأن هذا الخاتم حمل الكثير من الأسرار، حيث أنه اشتمل على اسم الله الأعظم، كما أن هذا الاسم كان مكتوب على قلب سيدنا آدم عند خلقه، كما أن هذا الخاتم يمثل صفة الدعاء إلى الله عز وجل، حيث أن الإنسان يستخدم اسم الله الأعظم من أجل أن يسخر له الله عز وجل ما يريد، كما أنه كرامة أكرم الله بها نبي الله سليمان عليه السلام من أجل أن يكون قادرا على تسخير الأرض والرياح وجميع المخلوقات له، ومن أجل أن يستطيع العيش على الدنيا حاكما بأمر من الله عز وجل، كما أن سره بقي أمرا لم يعلمه أحد سوى الله عز وجل. وفي النهاية أعزائي المتابعين، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، وأيضا لا تنسوا إعطاءنا أراءكم في التعليقات حول موضوع خاتم سليمان. وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.